بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله خلق الله الانسان وكرمه وجعله الخليفه في الارض وخلق له زوجه وجعل له ذريه واصطفى الله من الذريه الرسل واختص كل رسول بحال وحال رسولنا الذي هو موضع كلامنا هو كليم الله موسى عليه السلام لقد كان موسى من بني اسرائيل، وكان بنو اسرائيل يسكنون بلاد كنعان، حتى دعاهم يوسف عليه السلام اليه في مصر، فهاجر ابناء يعقوب واحفاده من بلاد كنعان الى مصر. "ابشروا يا بني اسرائيل انها ابواب مصر!" حيث نزلوا على يوسف بن يعقوب، حيث كان الهكسوس يحكمون مصر في ذلك الوقت. يقول يوسف: لقد زاد شوقي لكم يا اخوتي واحبتي، انزلوا متاعكم واستريحوا في مساكنكم. ومن اين لنا السكن يا يوسف ونحن غرباء؟ ولا عمل لدينا. يقول يوسف اطمئنوا سادبر لكم اموركم الى اين تاخذنا يا رجل نحن نمشي خلفك منذ ان سلمنا يوسف لك الى منازلكم واين هي منازلنا في ارض جاسان بجوار النيل وهل جاسان مكان جميل من اجمل اماكن مصر <تصفيق> <تصفيق> ذهب بنو اسرائيل الى جاسان عاشوا فيها ايام رغد وكرامه ولم لا ويوسف أيام ذاك كان أمينا على خزائن الأرض. يا رجال، تذكروا ألا نطيل السهر، فلدينا أعمالنا غدا. لن أنسى ما فعله يوسف من أجلنا، فقد جعلنا نعمل مع صفوة القوم، وزكانا لديهم. لقد أحسن إلينا يوسف كما أحسن الله إليه. وكان يوسف يعدل بين الناس كافة، سواء كانوا من المصريين المستضعفين المستعبدين اصحاب الارض او الهكسوس الاقوياء ذوي النفوذ فكان لا يميل لطرف دون الاخر ولذلك احبه المصريون والهكسوس معا غدا يوم توزيع الغلال يا يوسف واريد منك ان تقلل نصيب المصريين منها حتى نستطيع بثمن ما نوفره من الغلال زياده تسليح جيشنا العظيم يقول يوسف انت تعلم ايها الملك كم ادين لك بالفضل ولكني لا استطيع ان انقص من غلال المصريين فانهم عملوا وكدحوا طوال العام وليس من العدل ان نبخسهم حقهم فان اردت توفير الغلال فخذ من حصتي لقد سمعت ان يوسف سيقلل حصه المصريين من الغلال لقد امره الملك بذلك ويوسف لا يستطيع ان يعصي للملك امرا ثم كيف لكم كمصريين ان تتساووا بنا نحن الهكسوس نحن حكام البلاد انتم تحكمون البلاد ونحن اصحابها كيف تجرؤ ان تقول هذا امامنا افسحوا الطريق فلقد اتى يوسف ليوزع الغلال يقول يوسف قم يا بني بتوزيع الغلال وماذا عن حصة المصريين هذا العام يا سيدي؟ يقول يوسف مثل كل عام يا بني <applause> يحيى العدل يحيى يوسف ولما شعر يوسف بدنو أجله، جمع أهله جميعا وتحدث إليهم. يقول يوسف: أنتم بقية أهل الله على أرضه. وصفوته من صالح المؤمنين لقد ارسل الله تعالى يعقوب اباكم ومن قبله اسحاق وابراهيم دعاه لعباده الله وحده واتباع سبيل الحق والخير فكان جدكم ابراهيم خليل الله وابى الانبياء وها أنتم تعيشون في أرض مصر مكرمين، وأنا ما زلت معكم وبينكم، وإني موشك على لقاء ربي، والإلتحاق بآبائي، فإذا توفاني الله وهذا حادث لا محاله ستتعرضون للمهانه والظلم والعذاب فما عليكم الا الصبر والتمسك بدينكم وبعد زمن ليس ببعيد سياتي نبي منكم يخلصكم من جبروت فراعنه مصر وينصر الله به الحق ويقيم الدين واعلموا ان الله مع الصابرين تنقضي اربعه قرون ويتكاثر بنو اسرائيل حتى صاروا الوفا لكنهم لم يلتزموا بوصيه يوسف فتحيزوا للهكسوس دون المصريين آه. اعطني عشره اوان ايها المصري الحقير عشره اوان بعشره دنانير ايها الهكسوسي ان الاواني ليست لي ولكنها لرئيس الامن وما الذي تقصده بهذا الكلام اقصد انه من الاولى لك ان تحافظ على حياتك ولا تسال عن العشره دنانير مره اخرى افهمت ان الاواني هي كل ما املك وزوجتي واطفالي بدون طعام منذ امس اخرس ايها المصري كيف تجرؤ ان تصرخ في وجه سيدك؟ ها هو رجل ذو شأن ومنصب من بني اسرائيل يحكم بيننا. ماذا بكم؟ اخذ مني عشرة اوان ثمنهم عشرة دنانير ولا يريد ان يدفع لي شيئا. انهم لرئيس الامن اذا كانت لرئيس الامن فلا داعي للعشره دنانير هذا ظلم نحن اعتدنا على العدل من يوسف وبني اسرائيل منذ ان اتوا الى مصر فما الذي اصابكم يا بني اسرائيل ما لكم لا تعدلون انحاز بنو اسرائيل الى جانب الهكسوس وابتعدوا عن العدل وكره المصريون بني اسرائيل ولكنهم لم يستطيعوا ان يعلنوا عما في صدورهم واتى اليوم الذي يحضره بنو اسرائيل جاء احمس لتحرير مصر من الهكسوس في حرب ضروس كفى ظلما لاهل مصر اليوم نحرر بلادنا واهلنا من ظلم الهكسوس وطغيانهم والا فالموت اشرف لنا من الذل والهوان انتصر أحمس على الهكسوس، وانتقم منهم أشد انتقام، وطاردهم خارج مصر. وظل بنو إسرائيل يسكنون مصر، فانتقم منهم أشد انتقام، لما فعلوه من نصرة الهكسوس على المصريين. "ارحمونا يا جنود مصر، وارحموا اطفالنا ونساءنا انتم لم ترحمونا ولم ترحموا اطفالنا ونساءنا ذهب الهكسوس ولن يرفع عنكم الاذى احد فهذا جزاؤكم على خيانتكم لنا دارت الدائره على بني اسرائيل وسكنوا اكواخا طينيه فقيره وتقطعوا في اقاليم مصر وصدر قانون بتحويل كل بني اسرائيل عبيدا وصودرت ممتلكاتهم فاصبحوا فقراء ومنعوا من السفر خارج مصر وحرموا من التعليم وظلوا يعملون مسخرين في الأعمال الشاقة بدون أجر. دارت الدائرة على بني إسرائيل، وسكنوا أكواخا طينية فقيرة، وتقطعوا في أقاليم مصر، وصدر قانون بتحويل كل بني إسرائيل عبيدا، وصودرت ممتلكاتهم، فأصبحوا فقراء، ومنعوا من السفر خارج مصر وحرموا من التعليم وظلوا يعملون مسخرين في الاعمال الشاقه بدون اجر اسرعوا <applause> اسرعوا قبل ان تطلع الشمس ويدركنا الجنود المصريون انا اخشى ان يشاهدنا احد انا اخشى ان نعيش في مصر اكثر من ذلك فيزداد تعذيب المصريين لنا اسرعي يا امراه لقد اوشكنا على الخروج من حدود مصر اني ساتنفس الصعداء بعد خروجنا الى <applause> اين انتم ذاهبون يا بني اسرائيل أه لقد تاه احد اطفالنا فهيا بنا لنبحث عنه والذي يبحث عن طفله يحتاج الى كل هذا المتاع انكما تحاولان الهرب وسيتم القبض عليكما ومعاقبتكما الا تعلمون ان القانون يمنعكم من الخروج من مصر سوف تدفعون الثمن غاليا على فعلتكم النكراء هذه اتركوها واكملوا العمل والا قطعنا رؤوسكم. فلنتركهم يستريحون قليلا فهم يعملون منذ يومين بلا طعام وبلا نوم. هكذا امر فرعون ان يعمل بنو اسرائيل بلا اجر ليل نهار رجال ونساء شيوخ واطفال. ومن الذين آتاهم الله الملك وكذلك من الذين نزع الله منهم الملك فرعون موسى كان فرعون موسى الإبن الأكبر لوالده سيتي الذي حكم مصر من قبله تولى سيتي الأول والد فرعون الحكم بعد أن تعدى عمره الأربعين عاما، فجمع بين النضج والمرونة. لقد جمعتكم اليوم لغرض في نفسي أريدكم أن تعلموه. أريد أن تكون فترة حكمي مميزة، ويتحدث عنها التاريخ بكل مدح وثناء. نحن جنودك يا ملك مصر العظيم وارواحنا فداك فاذا امرتنا تجدنا لك طائعين سنقضي على الفساد والمفسدين وسنضرب بيد من حديد على من يخالف قانون البلاد اريد ان امنع الرشوه والنهب من مصر اريد ان تكون مصر رمزا للرجال الشرفاء والا يظلم في مصر ضعيف ولن يشغلني حب مصر عن حبي للالهه فسنقوم بتشديد العقوبه على من يعتدي على املاك المعابد كيف حال التجارة اليوم يا إخواني؟ إنها اليوم في أحسن حال. <applause> اليوم فقط يا رجل؟ أو في كل يوم؟ الحقيقة، منذ أن تولى هذا الرجل حكم البلاد، وكل شيء على ما يرام، فلقد أعاد هذا الرجل الأمجاد ثانية إلى مصر. يا ليته حكم مصر منذ زمن بعيد. إنه حاكم عادل. أتنكر هذا يا رجل؟ أنا لا أنكر. ولكن يجب علي ان اذهب لاقف بجوار بضاعتي اخشى ان يسرق لصوص بضاعتي لم يعد هناك لصوص فلقد قضى عليهم هذا الحاكم وبطش بهم فلنتسامر قليلا ثم بعد ذلك يذهب كل منا الى بضاعته ارايت يا رجل لولا حكم هذا الرجل وعدله لما استطعنا ان نتسامر السلام عليكم يا رجال يا مرحى برجال بني اسرائيل انت تعلم يا شيخ العرب اننا نحبكم وانتم اعز اصدقائنا ونحن بني اسرائيل نتمنى لكم الخير اكثر من انفسنا ونحن ايضا نحبكم فانتم قوم مباركون اينما حللتم أه أه ولكن ماذا تريد ان تقول ماذا دهاكم حتى ترضوا بهذا الذل والهوان وتدفعوا لفرعون مصر الكثير من الضرائب منذ زمن بعيد اهانت عليكم اموالكم الى هذه الدرجه في مقابل ماذا تدفعون كل هذه الضرائب اه في مقابل الحمايه التي يوفرونها لنا حمايه حمايه ممن نحن نعيش بينكم منذ سنين ولم يهاجمكم احد فكل جيرانكم يحبونكم أه نعم ولكن, ولكن 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 ليس هناك لكن وبدلا من ان تدفع النقود لفرعون سلح بها رجالك ليكون لك جيشك الخاص لقد جمعتكم يا شيوخ القبائل لامر جلل الى متى سنظل تحت حكم فراعين مصر وندفع لهم الضرائب ونعيش تحت قوانينهم انت تدعونا الى التمرد وهذا لن يقبله فرعون وربما حاربنا وقتلنا ونحن ضعفاء لو اتحدنا لن نكون ضعفاء فلنتحد ولنعلن العصيان في وجه فرعون القبيله التي توافق على ذلك يرفع شيخها يده <applause> يا اخواني ما الغرض من ذهابكم الى البدو في فلسطين لتحرضوهم على التمرد على فرعون مصر فما المقابل الذي نستفيده من ذلك ان اهلنا في مصر لا يستطيعون الخروج منها فاذا استطعنا زعزعه الاستقرار في مصر سيفقد فرعون السيطره على حدود مصر ويستطيع اهلنا الهروب من مصر وياتون الينا هنا في فلسطين وتكون دولتنا هنا ونبتعد عن مصر التي اذاقنا الفراعنه فيها الذل ليل نهار كيف يتسنى لنا العيش هنا والبدو يسكنون هذا المكان بعد تمردهم على فرعون سيبيدهم ويسحقهم وتخلو لنا الارض ونمتلكها واتحدت كل القبائل على عصيان عظمتكم فقد اشتروا السلاح الذي سيدافعون به عن انفسهم ضدكم ومن الذي اشعل هذه الفتنه بنو اسرائيل اريد ان اصنع امجادا للبلاد تذكر من بعدي اريد توسيع المملكه وضم الممالك المجاوره الى ملكي اريد ان اجعل المتمردين عبره لمن يعتبر ان جيش مصر في تمام الاستعداد لخوض المعارك وصنع الانتصارات والامجاد اريد ان تباركني الالهه في هذه الحروب فبغير البركه لا استطيع الانتصار بصفتي كبير الكهنه أباركك وكل الآلهة تباركك وتبارك حروبك يا مولاي عسى أن يكون للمعابد نصيبا في غنائم الحرب. للآلهة ما تريد من الغنائم، ولي أنا ما أريد من المجد. ان المعابد والالهه في انتظار ما وعدت به من غنائم يا مولاي ان فرعون يفي بوعده يا كبير الكهنه فلتبارك الالهه يا مولاي فليغفر لي مولاي عدم قدره الجيش على الامساك باسرى لبني اسرائيل فقد فروا من فلسطين قبل بدء الحرب هون عليك يا رئيس الجيش فإني سألقن بني إسرائيل درسا لن ينسوه بسم الله والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تكون له رضاء ولحقه اداء اللهم اجزه عنا بما هو اهله واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ان امن البلاد في خطر وعلينا الحذر اي خطر هذا الذي تتعرض له البلاد يا مولاي بنو اسرائيل فاني اخشى الخيانه وكما تحالف بنو اسرائيل مع بدو فلسطين هذه المره ربما يتحالفون مع الحيثيين المره القادمه والحيثيون اقوياء وليسوا ضعفاء كالبدو. إذا فليزدد تعذيبنا لبني إسرائيل. ليس هذا الذي أقصده. إذا ماذا تقصد يا عظيم مصر؟ إن الذي أقصده هو قتل أسرى بدو فلسطين أمام بني إسرائيل حتى يدب الرعب في قلوبهم. أريد, أريد أن, أن نمثل, نمثل بجثث البدو, البدو أمام بني, بني إسرائيل. إسرائيل. اريد ان تشوه جثث الاسرى اريد ان يدب الخوف في كل من يشاهد هذا المنظر هذا جزاء من تسول له نفسه انه يستطيع الافلات من قبضه فرعون مصر فليعلم الجميع انه لا يوجد من هو اقوى من الفرعون على وجه الارض إني أشعر بقلق على بني إسرائيل وأنا أيضاً ولكن لماذا؟ لماذا؟ إني أشعر أن الفرعون على علم بمراسلتنا للحيثيين شو. أصمت ولا تنطق بهذه الكلمة ثانية بل ربما سمعنا أحد إني جمعتكم اليوم من دون كبير الكهنه لان الامر جد خطير وفي غايه سريه نحن طوع امرك يا عظيم مصر اريد التخلص من بني اسرائيل نهائيا اريد من الشرطه والجيش قتل كل شخص من بني اسرائيل على ارض مصر ومن سيقوم باعمال السخره التي يابى المصريون القيام بها فبنوا إسرائيل خدامنا وعبيدنا ويبنون بالصخرة معابدنا ومقابرنا إنهم منذ التمثيل بجثث البدو وهم يعيشون في ذعر وخوف ما الذي حدث مجددا فأشعل غضب مولاي ثانية؟ لقد تغلب أبو فرعون على خوفه من بني إسرائيل بمعاهدة سلام مع الحيثيين وأرسل الرسل إليهم. من فرعون مصر سيتي الأول إلى ملك الحيثيين إليك التحية وبعد لقد طالت الحروب بيننا وبينكم، وسالت دماؤنا ودماؤكم، ويتم أطفالنا وأطفالكم، ورُمِّلت نساؤنا ونساؤكم، وإني أرى أنه قد حان الوقت لحقن الدماء بيننا وبينكم، وأن تحل المحبة والوئام مكان الكراهية والحقد. كي تنعم شعوبنا بالاستقرار والامان. فان كنتم ترغبون السلام كما نرغب فلنتعاهد. وان كنتم ترغبون غير ذلك فلكم ما اخترتموه. ملك مصر وفرعونها سيتي الاول. اكرموا الرسول وجهزوا له مكانا لمبيته حتى نتشاور في الامر. ونرسل رسالتنا معه غدا الشكر لك يا مولاي ما رأيكم فيما سمعتموه؟ أه؟ 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 ربما المفاجأة يا مولاي قد أربكت تفكيري بعض الشيء مم. وماذا عن وزير خارجيتنا ألا يزال مرتبكا مثل رئيس الجيش؟ إني مندهش لم تصلني اي اخبار في الايام الماضيه عن رغبه مصر في السلام هذا عذر اقبح من الذنب ايها الوزير فمن المفترض ان تكون اول من يعلم ذلك مولاي اني اشك في ان فرعون مصر ربما اصابه المرض او ربما لديه بعض المشاكل الداخليه التي تضطره الى ابرام معاهده معنا هذا ما ذهب اليه تفكيري فربما أصاب الجيش المصري الوهن والضعف من الحروب المستمرة طوال هذه السنين. فمن الممكن أن تكون هذه فرصتنا لمواجهة جيش مصر وإلحاق الهزيمة به وتفكيكه والخلاص من مصر إلى الأبد. إن الجيش المصري في أسوأ حالاته ليس بضعيف، هذا أولاً. ثانياً إن جواسيسنا وعملاءنا من بني إسرائيل لم يبلغونا بأي شيء عن فرعون مصر أو جيش مصر فلو كان الفرعون مريضا لعلمنا فإن معلوماتي عن فرعون أنه بصحة جيدة وفي انتظار مولوده الأول إن خزاناتنا يا مولاي لا يتبقى لها سوى عام وستصبح فارغة ما أراه أن الهدنة قد تشكل لنا فرصة ذهبية للعمل والزراعة وملء خزانة الدولة من جديد وإعادة تسليح الجيش وتطويره من جديد كي يكون على استعداد تام لسحق جيوش مصر إذا الهدنة فرصة لنا كي نملأ الخزائن من جديد ونطور جيشنا لنعيد الكرة على مصر ونسحقها إيتوني من رسول من ملك الحيثيين وقائدهم الاعلى لك التحيه قبلنا الهدنه ودون شروط وعليكم ان تاتوا الينا هنا في ارضنا لنوقع الاتفاق الذي سيكون بيننا ولنبدا زمنا جديدا بلا حرب ولنحقن الدماء لتفصحوا عن ارائكم فيما سمعتموه ارى اننا قد تسرعنا في ارسال الرسول بطلب الهدنه لا يعجبني اسلوب ملك الحيثيين فانه يتحدث كما لو انه في مركز قوه ربما اعتقد ان جيشنا يعاني من ضعف ما او ان لدينا مشكله قد تضعف موقفنا اذا دخلنا الحرب اني اتفق معكم جميعا ولكن الشيء الوحيد في هذه الرساله الذي استفزني هو انه يرغب في ان نذهب اليه لتوقيع المعاهده فملك الحيثيين لا يعرف ضاله حجمه بالنسبه الى فرعون مصر ان اردت حربا جديده يا مولاي فان الجيوش في احسن حال وعلى اتم الاستعداد لتلقين الحيثيين درسا لن ينسوه يجب ان تتحلى بالحكمه يا رئيس الجيش نحن ارسلنا رسولنا لهدنه فكيف ينتهي بنا الحال الى الحرب يجب الا نحيد عن هدفنا الاساسي وهو قطع الطريق بين الحيثيين وبني اسرائيل اذا نقوم بتعديل الوضع والا يكون اللقاء على ارض الحيثيين هذا هو ما اريده فليعد الرسول ويبلغهم برغبتنا في مكان محايد لعقد الاتفاق ابلغ فرعونك الموافقه على ان نلتقي في مكان محايد فلتعلم يا ملك الحيثيين ان المعاهده التي تعقد بيننا انما هي على اساس القوه وليست على اساس الضعف فان جيوش مصر قويه وتستطيع شن الحروب في اي وقت اذا امرت بذلك ان كنا جئنا الى هنا في هذه البقعه المحايده من الارض فلنتعاهد على السلام اذا ما الداعي لهذا الكلام يا حاكم مصر انا اريد الا ادع المجال لخيال ملك الحيثيين فربما يتصور او يظن السوء والضعف في جيوش مصر نحن نعلم قوه جيوش مصر وايضا نثق في قوه جيوشنا فان جيوش الحيثيين قويه واعدادها كبيره ومدججة بالسلاح، ومدربة على فنون القتال. وما الداعي لأسلوب استعراض القوة يا ملك الحيثيين؟ أنا لا أريد أن أدع المجال لخيال حاكم مصر، إذ ربما يظن الضعف في جيوش الحيثيين. فليوقع ملوكنا على المعاهدة حتى يعم السلام والهدوء أرجاء البلاد. فليحتفر الشعبان ولتقيموا الولائم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الله غالب على امره فلتعلم يا ملك الحيثيين ان المعاهده التي تعقد بيننا انما هي على اساس القوه وليست على اساس الضعف فان جيوش مصر قويه وتستطيع شن الحروب في اي وقت اذا امرت بذلك ان كنا جئنا الى هنا في هذه البقعه المحايده من الارض فلنتعاهد على السلام اذا ما الداعي لهذا الكلام يا حاكم مصر انا اريد الا ادع المجال لخيال ملك الحيثيين فربما يتصور او يظن السوء والضعف في جيوش مصر نحن نعلم قوه جيوش مصر وايضا نثق في قوه جيوشنا فان جيوش الحيثيين قويه واعدادها كبيره ومدججة بالسلاح، ومدربة على فنون القتال. وما الداعي لأسلوب استعراض القوة يا ملك الحيثيين؟ أنا لا أريد أن أدع المجال لخيال حاكم مصر، إذ ربما يظن الضعف في جيوش الحيثيين. فليوقع ملوكنا على المعاهدة حتى يعم السلام والهدوء أرجاء البلاد. فليحتفر الشعبان ولتقيموا الولائم هنيئا لنا هنيئا لنا ما حققناه انا لا اصدق ما تراه عيناي وتسمعه اذناي كيف فعل ملك الحيثيين ذلك انا لا يشغلني ما فعله ملك الحيثيين بل ان ما يدهشني هو كيف لفرعون الذي تملاه العظمه والاحساس بالفخر ان يتواضع الى هذا الحد والاغرب من كل هذا أنه هو من أرسل رسوله للحيثيين. <applause> هنيئا لكم ولنا يا جنود مصر فما أحلى أن يعيش الإنسان في سلام. نعم هنيئا لنا ولكن لماذا هنيئا لكم يا بني إسرائيل؟ ففي جميع الأحوال أنتم عبيدنا وخدامنا ولا شأن لكم بمعاهدتنا مع الحيثيين. ان الملكه ام فرعون التي كان يحبها والد الفرعون لم تحمل شيئا من وداعه الخلق فقد كانت شخصيه قاسيه لم اكن اعلم ان اتفاقيه مثل هذه ستجعل الشعب يفرح هكذا وماذا نستفيد من فرح الشعب أو حزنه؟ فنحن ملوك ولنا أفراحنا الخاصة ولنا أحزاننا الخاصة. أي أحزان تلك التي تتحدثين عنها؟ إن الأحزان تخاف أن تقترب من فرعون وزوجته، فنحن في انتظار مولودنا الأول، وهذا الطفل سيملأ حياتنا بهجة وسعادة. ابني ليس بطفل ولا مولود عادي. فانه حاكم مصر وملكها وفرعونها الاعظم وماذا اكون انا الست بحاكم مصر وملكها وفرعونها الاعظم سيكون كذلك ايضا يا زوجي العزيز ولكن من بعدك فالملك لا ينجب الا ملكا والفرعون لا ينجب الا فرعون <applause> لنترك هذا الحديث ولنعد لنشاهد افراح الشعب واحتفالاته حتى عندما تاتي الافراح الى مصر لا نستطيع المشاركه فيها ماذا يريد فرعون من بني اسرائيل قتل بدو فلسطين شرد اهلنا من بني اسرائيل الذين عانوا اشد المعاناه حتى وجدوا مكانا يعيشون فيه وتحالف مع الحيثيين الذين كنا نامل فيهم ان ينقذونا ماذا يريد فرعون منا اخفضي صوتك يا امراه والا وجدت جنود فرعون يقطعون راسك لقد فاض بي الكيل فاض بي الكيل فالى متى سنظل كذلك عبيدا مقهورين لا اجر ولا كرامه ولا وطن لنا حتى ياتي الرب بامره وانفرج الكرب وتتحقق نبوءه جدنا نبي الله يوسف وياتي من اصلابنا رسول نبي يخلصنا من فرعون لقد مضى شهران على معاهده الحيثيين ولم يحدث اي خرق للمعاهده حتى الآن، وهذا لا يعني أن الحيثيين سيلتزمون بالمعاهدة إلى الأبد، بل سينقضونها ويعودون للحرب، ولكن بعد أن يستعدوا لنا جيدا. حفظتك الآلهة يا مولاي، وحفظت سهرك الدائم على مصر ومعابدها وآلهتها. إنها تعاني من آلام الولادة وتريدك بجانبها هيّا يا مولاي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عندما ولد فرعون، كان لذلك الحدث تأثير كبير على مصر كلها. إنه يشبهني كثيرا يا زوجتي العزيزة، وتبدو على ملامحه الجدية، لم أرى طفلا بمثل هذه الملامح الجادة من قبل إنه يبدو كرجل كبير الملكات لا تلدن أطفالا أيها الفرعون بل تلدن ملوكا كل ما أتمناه الآن أن تتعافي وتعودي لسابق عهدك وتملا القصر بعبير عطرك من جديد كل ما اتمناه انا ان يصبح ابني فرعونا قويا قاسي القلب حتى يستطيع ان يحكم البلاد دون ان يطمع في سلطانه احد الفرعون القوي يترك لاولاده حضاره قويه ويرضي الالهه حتى تبارك ابناءه والان فلتحتفل مصر العظمى بفرعونها الجديد فلتبارك الالهه ابن الفرعون حاكم مصر، الملقب بابن الملك والامير الوراثي والمشرف على جياد رب الارضين. فلتبارك الالهه ابن الفرعون. فلتبارك الالهه ابن الفرعون. كلما نظرت إلى مصر يا أمي من مكان عالٍ، أشعر أنها كبيرة، وفي نفس الوقت أشعر أن حجمي وطولي أكبر من مصر. سبب ذلك أنك عظيم، وبداخلك قوة تشبه قوة الآلهة، م? وهناك سبب آخر. ألا وهو أن مصر ملك لك. ومالك الشيء اكبر من الشيء نفسه ومتحكم في مصيره وقدره وبيده ان يسعده وبيده ان يشقيه وبيده ان يحييه ويميته إذا أنا ملك مصر ومتحكم في مصيرها وأنا الآمر الناهي لكل شيء فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه هديه الملكه الى الهه المعبد شكرا وعرفانا مني بالعطاء الممنوح لي من الالهه مولاتي ان الالهه ستسعد كثيرا بهذه العطايا انك اكثر الملكات تميزا لدى الالهه <applause> اشكرك أم، فلتجلس يا كبير الكهنه فأنا أريد الحديث معك في شأن مهم طوع أمرك يا مولاتي لا قد أتم الفرعون ابني عشر سنوات أطالت الآلهة عمر الفرعون ومنحته الصحة الكاملة والزوجة المطيعة والذرية المباركة إني أرغب في أن يبدأ الفرعون لابن مشاركة أبيه في حكم البلاد لما الصمت يا كبير الكهنة؟ فلتحدثني عما يدور بذهنك لا يزال الفرعون الإبن صغيرا على هذه المهام الكبيرة لا يوجد فرعون صغير؟ أعلم ذلك يا مولاتي ربما ربما خانني التعبير من المفاجأة أقصد أن أقول ربما كان عمر الفرعون وسنه غير مناسبين لذلك الآن ربما بعد بضع سنوات قد يجوز وهذا ما جعلني آتي إليك لتتوسط لدى الآلهة لتمد يد العون لي في ذلك الأمر لا مانع عندي في أن أطلب المساعدة من الآلهة بل وأن تزع الموافقة منهم ولكن المشكلة الحقيقية هي الفرعون الأب هل سيوافق على ذلك؟ اني اعلم الى اي مدى يرتبط الفرعون الاب بالالهه ويؤمن بها ويطيعها وانا ايضا اعلم ذلك لكن امرا كهذا ليس بالسهل لن يتم عرض الموضوع على الفرعون بهذه الطريقه التي عرضتها عليك كيف اذا ستعرضين الموضوع كم اشتاق اليك يا زوجي العزيز لم اتعود منك على هذا الود يا زوجه الفرعون العظيم <applause> ربما لم تسمح لي الظروف للتعبير عن مشاعري اذا ما هي الظروف التي ادت لهذه المشاعر ولدنا الفرعون ماذا به هل اصابه مكروه <applause> إلى هذا الحد تحبه؟ بالطبع. إني أخشى عليه من الوحدة ومن جلوسي معي طوال الوقت، فيصبح فرعون ضعيفا لا يعرف كيف يتحدث الرجال، ولا يعرف كيف تدار البلاد عندما يكبر، ويتحمل المسؤولية كي يريحك من عناء الحكم لقد أصابني القلق على فرعون الابن، ولكن ما الذي استطيع ان افعله من اجله فليجلس معك انت طوال الوقت كي يتعلم من حكمتك ويدرك قوتك ويفهم كيف يكون دهاء الملوك ولكن ماذا يفعل عندما يكون هناك اجتماعات بالوزراء والكهنه والجيش هذه اسرار البلاد كيف لطفل في هذه السن ان يعلم مثل هذه الاسرار فليحضرها معك وما المانع في ذلك فهو ابنك وسيحكم البلاد اجلا ام عاجلا وعليه ان يعرف اسرارها فلتتركي لي متسعا من الوقت كي اقرر فهذا الامر ليس بالهين اذا فلتستشر الالهه فاذا باركوا الامر فلنفعل وإن لم يباركوه فلننتظر أصابتي نعم الرأي لقد وافقت الآلهة على طلبكم وباركت وجود الفرعون لب إلى جانب أبيه في الحكم هل أبدت الآلهة أي تعليق آخر على الأمر؟ ربما يكون للآلهة شروط لتنفيذ الأمر لا يوجد اي شروط سوى سوى بعض العطايا البسيطه فلتشكر, فلتشكر الالهه يا كبير الكهنه ولتبلغهم أن, ان فرعون الاب سعيد بذلك, بذلك. وسيرسل العطايا لقد نقض الحيثيون الهدنة يا مولاي، وهاجموا حدود مصر الشمالية، وقتلوا المصريين العزّل هناك. وهل ما زالت المراسلات قائمة بينهم وبين بني إسرائيل؟ نعم، ما زالت هناك مراسلات بينهم. وكم بلغ عدد بني إسرائيل الآن؟ لقد تعد المئة ألف. هذا العدد ليس بالقليل. فإذا بدأنا الحرب الآن مع الحيثيين، وتمرد بنو إسرائيل في نفس الوقت، سيربق هذا موقفنا في أثناء الحرب. إن أمر بني إسرائيل أمر داخلي لا شأن للجيش به، فهو اختصاص الشرطة. ماذا تريد أن تقول يا رئيس الجيش؟ فليتحمل كل شخص مسؤولياته، وليقم كل منا بعمله. الجيش يستطيع أن يحارب الحيثيين الآن، لكن لا شأن لنا ببني إسرائيل. السيطرة على بني إسرائيل ليست مستحيلة، وإني أرى تجاوزًا من رئيس الجيش في حديثه عن الشرطة وعن عملها. أي تجاوز هذا الذي تتحدث عنه؟ إن حديثي عن واقع يشاهده الجميع. أصبحنا نتردد في قرار الحرب بسبب عبيدنا وخدامنا، وما كان هذا إلا بسبب ضعف الشرطة. أنا لا أسمح بهذا التطاول. هل تتطاولون على بعضكم البعض في حضرتي؟ هل وصلت الأمور إلى هذا الحد من الفوضى؟ اعتذاري الشديد وأسفي إلى الفرعون الأكبر. اعتذاري أنا أيضا إلى فخامة الفرعون الأكبر. لا داعي إلى حرب شاملة. فمناوشات على الحدود لا تستدعي الحرب بل نرسل كتيبه من اقوى المقاتلين واكثرهم مهاره الى الحدود الشماليه ولتاديبهم وماذا عن بني اسرائيل سوف انكل بهم تنكيلا شديدا وازيد ساعات العمل واضرب بيد من حديد على كل فرد من بني اسرائيل ليس الآن يا رئيس الشرطة تعدى عدد بني إسرائيل مئة ألف كما تقولون وعدد الشرطة مئة ألف فإذا زاد العذاب عليهم ربما يفيض بهم الكيل وهنا تحدث الكارثة سيصبح مائه الف من بني اسرائيل امام مائه الف من الشرطه فلنزد عدد جنود الشرطه حتى يصل الى ثلاثمائه الف جندي وبعد ذلك نزيد العذاب على بني اسرائيل انا لم افاجا بذلك فانا اعلم ان الفرعون ولدنا يملك من الذكاء الكثير لقد فاجا الجميع بما فيهم كبير الكهنه هذا امر طبيعي فهو سيدهم فالفرعون ينتمي الى جنس ونوع مختلف ومن البديهي ان يصل الى الحلول قبلهم كي يقودهم يجب ان يتم تعيينه في منصب رسمي. أي منصب هذا الذي من الممكن أن يشغله صاحب الثلاثة عشر عاما؟ منصب ولي العهد. لقد باركت الآلهة تعيين الفرعون لابن وليا للعهد. اصبح فرعون موسى وليا للعهد بجوار ابيه ولكن امه لم تكتف بذلك وساعدتها الظروف على ذلك ماذا بالفرعون الكبير ماذا اصابه انها حاله غريبه إنها تشبه أعراض الشيخوخة، ولكن الفرعون ليس بكهل. وما علاج هذه الحالة؟ ليس لها علاج عندي. كيف هذا؟ أي كبير كهنة أنت؟ ألا تستطيع معالجة فرعون؟ لا يوجد لهذه الحالة علاج في كل البلاد. هذا ليس تقصيرا مني أو جهلا بعلوم الطب. وبماذا تنصح يا كبير الكهنه بالنوم وعدم الارهاق وان تاكل جيدا لقد أصبحنا جميعا في وضع سيء فإذا علم الحيثيون بمرض الفرعون الأكبر ربما يطمعون في البلاد علينا أن نتصرف سريعا إن جيش البلاد قوي والحيثيين يحضرون جيوش مصر يا فرعون مصر العظيم أطالت الآلهة عمرك ولكني اخشى على نفسي وعلى الفرعون الابن من بعدك نحن الان نعيش في حماك ولكن فيما بعد أه، ماذا تقصدين من هذا ان يصبح الفرعون الابن شريكا لك في الحكم وستكون الكلمه العليا لك انت واذا اختلفتم في رأي فرايك انت بالتاكيد هو الصائب بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله تزوج فرعون موسى وزاد المرض على الفرعون الاب لقد حدثتني الالهه من قبل تتويج الفرعون لابن شريكا في الملك مع والده الفرعون الاكبر وبارك ايضا هذا التتويج الاله امون <applause> ان تجار السوق يتداولون اشاعه تقول ان الفرعون يحتضر اعتقد ان نبوءه النبي يوسف قد اقترب ميعادها انه ميعاد مولد النبي الجديد الذي سياتي من عندنا نحن بني اسرائيل ليذهب كل منكم الى عمله <applause> أمرك, أمرك يا مولاتي لقد أرسلت في استدعائي. نعم يا نفرتاري. كيف حالك؟ وحال والدتك؟ بخير ترسل إليك السلام. أم. اجلسي يا نفرتاري. لا لا يجوز يا مولاتي لا يجوز أبدا أن أجلس بجوارك. ولم لا؟ فأنت يجري في عروقك الدم الملكي. ومن أسرةٍ لا تقلُّ عراقةً عن أسرتِنا العظيمة. أنتم الأعظم والأعلى يا مولاتي. <applause> فلتجلسي إذن. مرتِ السنواتُ سريعاً يا نفرتاري، فأنا أتذكركِ حين كنتِ طفلة. <applause> يبدو اننا قد كبرنا لا يا مولاتي انت لا تزالين تتمتعين بالجمال والجاذبيه فمن يرك لا يخطر بباله انك والده الفرعون لابني ابدا ابدا الفرعون الابن كم احبه هذا الفرعون القوي الجسور متى اخر مره شاهدته يا نفرتاري أول أمس وكان يتحدث مع رئيس الجيش وكان يبدو منهمكا في الحديث ولم يلحظني وهل عدم ملاحظة الفرعون لابن لك تستدعي الحزن؟ ها؟ أه لا أنا لست حزينة على الإطلاق ها؟ نفرتاري أنا أريد لفرعون الإبن أن يتزوج يتزوج؟ أه هذا خبرٌ جيدٌ، ولكن من هي سعيدةُ الحظِ التي سيتزوجها الفرعون؟ أنتِ يا نفرتاري، أنا؟ ستكونين الزوجةَ الرئيسيةَ للفرعونِ الابن، وستكونين الأميرةَ الوراثيةَ وسيدةَ الأراضينَ وسيدةَ مصرَ العليا والسفلى. انا يا مولاتي لا يعنيني ان اكون سيده مصر العليا والسفلى بل كل ما يعنيني هو الفرعون وكيف اجعله سعيدا في حياته اذا انت توافقين على الزواج بفرعون فما رايك ايها الفرعون العظيم انني ارحب بشده فانا اريد ان اطمئن على الفرعون الابن قبل ان انتقل الى جوار الالهه ونفرتاري من اسره ملكيه عريقه وسوف تكون زوجه مخلصه لفرعون الابن انا اريد لمراسم الزواج ان تكون اعظم مراسم زواج ملكيه تمت في عهد الفراعنه وما قبل الفراعنه اريد للافراح ان تنتشر في مصر واقاليم مصر لايام وليال ليس هذا ما يجب ان تفكري فيه فانا اخشى ان يكون الفرعون الابن لا يرغب في الزواج إذا فرعين مصر مشغولون الآن، فالفرعون الأب مريض، والفرعون الابن سيتزوج، إذا من يحكم مصر الآن؟ لقد وصل إلى مسامعي أن زوجة الفرعون الأب هي التي تسير البلاد، ولكن في الخفاء. أنا لا أستبعد أمرا كهذا، ألا تعتقد يا رئيس الجيش أن الوقت الحالي قد يكون فرصة ذهبية لنا للهجوم على مصر. إن مرض الفرعون الأب لا يعني بالضرورة ضعف الجيش، وصغر سن الفرعون الإبن لا يعني الاندفاع والتهور في سياسة مصر الخارجية. هل يوجد لديك مشكلة ما في الجيش ولم تخبرني بها يا رئيس الجيش؟ لما هذا السؤال يا مولاي؟ لا تجب على سؤالي بسؤال يا رئيس جيشي. أعتذر يا مولاي، أعتذر، فأنا لا يوجد لدي أي مشاكل في جيشك العظيم. إذا يبدو أنك اعتدت على السلام، وهدأت نفسك، ولا ترغب في إراقة الدماء. مولاي، نحن رجال حروب، ولا نشعر بأي متعة في الحياة سوى متعة الحرب. إذا فليذهب جيش الحيثيين ليستمتع في أرض مصر. إن الحالة الصحية للفرعون الأب غير مطمئنة يا كبير الكهنة. لا أخفيك سرا يا مولاتي، لم يعد أمام الفرعون الأب الكثير من الوقت، فالمرض يفتك به. ألا توجد أية حلول لدى الآلهة حتى نطيل عمر الفرعون؟ إذاً علينا الإسراع في إشراك الفرعون لابن في كل أمور الدولة وأسرارها حتى إذا حدث ما لا نتمناه كنا على استعداد مولاي، إن الأولويات لدينا هي أمن البلاد، فالقضاء على المخاطر الخارجية والداخلية أهم من أي شيء، أهم من الخبز نفسه. وهل ما زال بنو إسرائيل على اتصال بالحوثيين؟ بكل تأكيد يا مولاي، وعددهم في ازدياد يوما بعد يوم. إذا اقتلوا أبناءهم عاما واتركوهم عاما كما أمر الفرعون الأكبر. واستمر جنود فرعون في تنفيذ مخطط فرعون من قتل الأبناء. سيدي لقد عثرت على هذا الطفل، إذا اقتلوه. اتركها ولا تقتلها، فهذه المرأة بنيانها قوي فلتذهب الى المعبد إلى متى سنظل في هذا الإستعباد والإهانة يا يكابد؟ فلا شيء يقف أمام قدرة الله. هذا عمران بن قاهت ابن لاوي ابن يعقوب، فهو من ذرية الأنبياء. سنظل كذلك يا عمران، حتى يأتي الله بالنصر من عنده، وعلى يد رسوله. كما تنبأ جدنا يوسف. وأيضا زوجته يكابد من ذرية الأنبياء فهي يكابد ابنة لاوي، أي أنها عمة عمران زوجها، فلم يكن يوجد في شريعة بني إسرائيل ما يمنع زواج العمات والأخوات إلى أن جاء موسى بالشريعه السليمه يشك جميع بني اسرائيل ان الرسول الجديد سياتي من ذريتنا فماذا سنفعل لن نفعل شيئا بل سيفعل الله فنحن متزوجون منذ اربعه اشهر فقط نعم وهذا يعني انك في شهرك الثالث ولم يتبقى سوى اشهر وتلدين فماذا لو كان ولدا لا تستبق الاحداث يا عمران فكما ارسل الله لنا طفلنا فهو قادر على حمايته زوجي العزيز عندي خبر سعيد ولكني اخشى من التسرع في استنتاج الامر اكاد اتوقع الامر يا عزيزتي نفرتاري <applause> وماذا تتوقع هكذا استمر فرعون على نهج ابيه بقتل ذريه يوسف بن يعقوب ولكن كل هذا لا يستطيع الوقوف أمام إرادة الله. زوجي العزيز، عندي خبر سعيد، ولكني أخشى من التسرع في استنتاج الأمر. أكاد أتوقع الأمر، يا عزيزتي نفرتاري. <applause> وماذا تتوقع؟ أنك تحملين بداخلك الآن فرعون مصر الجديد. لا تطلع أحدا على هذا الموضوع حتى نتأكد من الحمل. حسنا لن أخبر أحدا. ولا ولا حتى أمك الملكة تويا. هذا ما لا أستطيع فعله. فامي يجب ان تعلم كل شيء لان امي تعني لي كل شيء كم انا سعيده بذلك الخبر فمنذ زمن بعيد لم اسمع اخبارا ساره وانا ايضا سعيد فانا لم ارك مبتسمه طوال حياتي الى هذا الحد اسعدك الخبر نعم فهكذا اطمئن ان الملك سيظل في اسرتنا لاجيال قادمه ماذا بك يا فرعون مصر الم تسمعني بل سمعتك يا امي اذا اجبني ماذا بك كنت اتمنى ان يشعر الفرعون الاكبر بهذه الاوقات كي يفرح بالفرعون الحفيد كي يشعر انه جد وما ادراك انه لا يشعر ربما يشعر ولكن لا يستطيع التعبير عما يشعر به هل تعتقدين ذلك هل يشعر ابي انه سيصبح لي ولد بكل تاكيد فالفرعون يشعر بكل شيء عليك الان ان تفرح وتعلم ان الفرعون الاكبر بجانبك وعليك ان تدير شؤون البلاد بقوه وحزم فالفرعون الاكبر يدعمك ويقف بجانبك حقا يا امي <applause> حقا ايها الفرعون زوجة فرعون حملت، ويكابد ابنة لاو بن يعقوب حملت أيضًا، ولكن لا يعلم أحد ما الذي تخفيه الأقدار لكل منهما، فإن يكابد ممن رضي الله عنهم، وزوجة فرعون هي زوجة عدو الله. كفى يا عمران بالله عليك الا ترغب في ان تستريح قليلا لا ارغب في الراحه فانا لا اشعر بالتعب من القراءه في علوم اجدادنا يعقوب ويوسف ما رايك ان نتناول الطعام في الخارج ونعم الراي فلنذهب للخارج لقد اقتربت ساعه ولادتي عمران هل بدات تشعرين بالخوف على نفسك يا يكابت ليس على نفسي بل على المولود هذه اول مره اسمعك تتحدثين بهذا الخوف وانا ايضا اول مره اشعر بهذا الخوف فليفعل الله ما يشاء <applause> علي ان اذهب لانام فلدي عمل شاق غدا في مقبره الفرعون الجديده أعتقدُ أنَّ حجمَ الفرعونِ الصغيرِ في زيادة. وأنا أيضاً أعتقدُ ذلك، فأنا أهتمُ جيداً بالطعام. ولماذا تضيقينَ الملابسَ هكذا؟ حتى يعلمَ الجميعُ أنَّني أحملُ في بطني فرعون. هل يبدو على بطني؟ أي علامات للحمل؟ لا 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 يبدو شيء عليك فهذه الملابس واسعة ولا تظهر أي علامات للحمل نعم فأنا أرتدي تحتها ملابس ضيقة جدا حتى تقلل من حجم بطني ولكن هذا سيؤلمك كثيرا يا يكابد ليس هذا المهم بل المهم ألا يشعر جنود فرعون أثناء عملي معهم أنني حامل ادعو لي بالسلامه يا زوجي العزيز تحركي سريعاً يا امرأة تحركي رحمة بي فأنا متعبة ومريضة لا تتحدثي وتتركي العمل يا امرأة آه. بطني يؤلمني آه. آه. لا استطيع الاحتمال آه. فلترحموني وترحموا زوجتي ومولودي لم كل هذا الخوف يا رجل تماسك كيف كيف اتماسك وانتم ستقتلون مولودي اصبر حتى نتاكد فان كانت انثى سنتركها ثم انه يجب عليك ان تعتاد على ذلك الامر لانه ربما يتكرر فكلما انجبت طفلا ذكرا سيقتل اتوسل اليكم ان جاء ولدا اتركوه او اعطوني فرصه للذهاب للفرعون كي اتوسل اليه سنعلم الان من القابله التي تساعدها في الولاده ان كان ذكرا ام انثى ذكر ام انثى ايتها القابله <applause> انه ذكر اذا فلنستعد لذبحه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ذبح جنود فرعون اول ابناء عمران ويكابت وتملك الحزن منهما لم أكن أتخيل أنه سيصيبني كل هذا الألم في يوم من الأيام لم أكن أتخيل أن تتملكني كل هذه الكراهية تجاه أحد بهذا الشكل في يوم من الأيام هل هل يعقل أن يقتل طفلي ورزقه لا زال في صدري يكفينا ما حدث فانا لا اريد ان ننجب مره اخرى بل سننجب مره اخرى استمر فرعون في قتل اولاد بني اسرائيل ورزق الله فرعون الولد ولكنه يمهل ولا يهمل لقد أنجبت لي الولد يا نفرتاري لنشكر الآلهة على ما قدمته لنا. يجب أن تقوم بتجهيز القرابين والهدايا القيمة وتعطيها لكبير الكهنة في المعبد. هذا ما حدث بالفعل. م? كيف حال حفيدي فلتحمليه يا امي وتنظري في وجهه ضعه هنا وسانظر في وجهه انه يشبهك يا ملك مصر وفرعونها حقا يا امي حقا ايها الفرعون اريد ان يراه ابي الفرعون الاكبر اذا فلتحمل ولنذهب للفرعون الاكبر في غرفته فلتقربه على وجه جده ولتحاول إيقاظه. نعم، لنحاول إيقاظه. أبي فلتستيقظ يا أبي كي ترى حفيدك، كي تعلمه أصول المبارزة بالسيف. ماذا اصابك يا ابي اجبني ماذا بك ما الذي حدث لابي يا امي انه لا يتنفس فلناتي بالاطباء وكبير الكهنه في الحال مات الفرعون الاب يوم ميلاد الفرعون الحفيد وكيف للاقدار ان تترك فرعون موسى ليفرح بابنه بينما توجد كل هذه الاحزان في بني اسرائيل ومرت الايام والاشهر الذي حل بابني يا كبير الأطباء؟ إن حالته الصحية غير مستقرة وأنفاسه مضطربة فلتحضروا له الدواء يا كبير الأطباء يجب أن نعرف الداء أولا كي نحدد الدواء وما هو الداء إذا أيها الطبيب؟ لا أعرف فحالته غريبة ربما مسته بعض الأرواح الشريرة بسوء فلنأخذه للمعبد ليأخذ بركة الآلهة ونطرد الشر من جسده. ما رأيك يا أمي؟ حيث إن كبير الأطباء لا يوجد لديه ما يفعله، فليس لدينا سوى المعبد. لم تمر سوى أيام قليلة. ومات ابن الفرعون انا لا اصدق ما حدث فلقد كان ابننا بين ايدينا منذ ايام قليله والان غير موجود <applause> لقد كنت اجهز لاعداده كملك على مصر كي يتربى كملك منذ صغره انا محبطه احباطا شديدا أشعر أني غير راغبة في أن يكون لي أبناء. <applause> لا تقولي هذا، فإننا لن نكف عن المحاولة. ظلت <صفيق> زوجة فرعون تحمل وتلد، ويعطى للمولود اسما، ولكنه سريعا ما يموت. تكررت هذه الحالة العديد من المرات ماذا علي ان افعل يا كبير الكهنه كي يعيش ابنائي لماذا لا تمنح الالهه الحياه لابنائي اغلب الظن يا مولاي الفرعون ان هناك لعنه شريره قد اصابتك في ذريتك ولماذا انا انني اقدم القرابين والهدايا الى الالهه كل عام وابني المعابد ما الذي فعلته كي يموت ابنائي هذه هي اوامر الفرعون العظيم هل ترغبين في ان يكون لنا ابناء مره اخرى بعد كل ما حدث نعم سيعطينا الله ابناء وسيعوضنا عما حدث ولكن في الوقت الذي يريده الله اتزوج يا امي هل تريدين مني ان اتزوج نعم اريدك ان تتزوج فانه في غالب الامر يوجد عيب في نفرتاري إذا كان هناك عيب في نفرتاري، فذلك يعني أنها لا تستطيع أن تحمل، ولكن نفرتاري تحمل. من الممكن أن يكون لديها مرض يتسبب في موت المولود بعد ولادته بفترة وجيزة. وهل هذا جائز؟ نعم، والآن يجب عليك الاستعداد للزواج، فيجب أن تأتي بولي العهد سريعا. وماذا عن نفرتاري؟ لا وقت لهذه المشاعر الجوفاء فستظل نفرتاري بوضعها وسلطانها في البلاد وستحتفظ بكل اسمائها أرجوك ألا تبكي يا زوجتي العزيزة نفرتاري لا أستطيع أن أمنع نفسي من البكاء هل ستكرهينني بعد زواجي لا لا أبدا أنا لا أستطيع أن أكرهك فأنت زوجي وحبيبي وأنت ستظلين السيدة الأولى وحبي الوحيد، وستحتفظين بألقابك، فأنت سيدة مصر العليا والسفلى، وسيدة الأراضين، أي على قدر المساواة بي أنا شخصيا. <applause> لا لا تقل ذلك، فأنت سيد مصر وفرعونها، ولا يوجد من هو في مقامك الرفيع. حبيبتي هذا الأمر لا دخل لك به ولن ينتقص من قدرك عندي هذا كل ما يهمني ان اظل محتفظه بمكانتي في قلبك وسابني لك اجمل مقبره بنيت لملكه في مصر كلها بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وتزوج فرعون باسيا اعتقادا منه انه سيرزق منها بذريه ويكون قد تخلص بذلك من اللعنه لكن هذا ما لم يحدث فاستمرت اللعنه تطارده وظل بدون ذرية. ما الذي بوسعي أن أفعله يا أمي؟ فما زالت اللعنة تطاردني، وما زال أبنائي يموتون. تتزوج مرة أخرى أيها الفرعون. وما الفائدة من زواجي مرة أخرى؟ ربما اسيا مريضه وعليك ان تتزوج بامراه كامله الصحه وخاليه من اي مرض هل يعقل ذلك يا امي هل يعقل ان تكون كل من نفرتاري واسيا مريضه وبنفس المرض ولم لا اكون انا المريض والاطفال يموتون بسببي كل شيء جائز حملت يكابد مره اخرى وترقب عمران حملها بخوف وقلق وعلم جنود فرعون بالحمل فتربصوا بهم يوم ولادة يوكابد اللهم عليك بهم يا رب اللهم عليك بأعدائك اللهم عليك بهم اللهم انصرني بماذا تتمتم يا عمران؟ لا 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 شيء لا شيء من المؤكد أنه يتمنى من الآلهة أن تكون أنثى كي لا نذبحها انثى انثى حمد لله حمد لله انثى حمد لله حمد لله هاديه 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 حمدا لله على سلامتك يا يكابد وحمدا لله ثانيه على كونها انثى رزق الله عمران ويكابد بابنتهما مريم وبعدها بثلاث سنوات رزقهما الله بهارون حيث ولد هارون في عام العفو اي العام الذي يترك فيه فرعون ابناء بني اسرائيل دون ان يقتلوا وبعد ولاده هارون راى فرعون مناما ازعجه كثيرا لقد شاهدت في منامي أرض بيت المقدس تخرج منها نار عظيمة تنتقل إلى أرض مصر فتحرق بيوت المصريين جميعا ولا تقترب من بيوت بني إسرائيل. ما معنى هذا الذي رأيته في منامي؟ أريد قل الإجابة, قل الاجابة فوراً, فورا يا كبير, يا كبير الكهنة, الكهنة. سيولد طفل, طفل من بني, بني إسرائيل, إسرائيل. سيزول ملك على يدي ايتوني برئيس, برئيس الجيش, الجيش ورئيس, ورئيس الشرطة, الشرطة فوراً. فورا جن جنون فرعون لذلك وشدد تعليماته لجنوده بقتل أطفال بني إسرائيل بلا رحمة ولا هوادة، في الوقت الذي كانت فيه يكابد على وشك ولادة ابنها الثالث موسى. ماذا؟ أتريدين أن تلقيه في النهر يا يكابد؟ هل هذا معقول؟ هذا ما أوحاه إلي ربي. هذا الكلام لا يقبله عقل. أتريدين أن تلقي به في الموت المؤكد؟ ماذا أصابك يا عمران؟ هل نسيت ما حدث لجدنا إبراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما عليه؟ إذا افعلي ما أوحاه الله إليك، أما أنا فسأذهب بعيدا فلا أستطيع مشاهدة هذا الموقف. ولكن اترك لي مريم وخذ معك هارون. جن جنون فرعون لذلك، وشدد تعليماته لجنوده بقتل أطفال بني إسرائيل بلا رحمة ولا هوادة، في الوقت الذي كانت فيه يكابد على وشك ولادة ابنها الثالث موسى. بابا. أتريدين أن تلقيه في النهر يا يوكابت؟ هل هذا معقول؟ هذا ما أوحاه إلي ربي هذا الكلام لا يقبله عقل أتريدين أن تلقي به في الموت المؤكد؟ ماذا أصابك يا عمران؟ هل نسيت ما حدث لجدنا إبراهيم عندما كانت النار بردا وسلاما عليه؟ إذا افعلي ما أوحاه الله إليك أما أنا فسأذهب بعيداً فلا أستطيع مشاهدة هذا الموقف. ولكن اترك لي مريم وخذ معك هارون. امي لقد اشتريت الصندوق يا امي <applause> وانا انتهيت من رضاع اخيك يا مريم اذا هيا بنا الى النهر يا امي <applause> биная марь. سأفعل ما اوحيت به الي وايماني بك هو ما يدفعني الى فعل ما يعتبره الناس جنونا يا رب لقد امنت بك فانت رب جدنا ابراهيم ورب إسحاق ويعقوب وإسماعيل أسألك أن تعيد إلي يا ابني يا سالب ثبت قلبي ثبت قلبي يا رب يا من جعلت النار بردا وسلاما على جدي إبراهيم اجعل الماء أمنا وأمانا على ابني Yeah, يا رب يا رب يا رب إني أريد أن أربني ثانية فهذا وعدك الذي أوحيت به إلي ربي أعده سالما معافا قويا يا أمي لقد أصبت فإن رأسك ينزف دما <تصارFih>. بل إن قلبي هو الذي ينزف يا مريم يا مريم اذهبي وراء الصندوق حتى تعلمي إلى أين سيذهب ثم عودي إليه وأخبريني انتظر يا اللص بل انت اللص الذي سرق اموالي انتظر لا يوجد سوى هذا الرجل الذي سرق اموالي لم اسرق شيئا ايها الشرطي فانا رجل شريف فلتغلقوا مخارج السوق حتى نفتش الجميع انتظر يا بل انت الذي سرق اموالي إن هذا الرجل يلقي النقود. كان شك الرجل صحيحاً إذاً. لقد ضاع أخي، لقد ضاع أخي، ضاع <applause> أخي. افتحوا أبواب السوق. إنه قصر الفرعون يا إلهي يا إلهي أنقذ أخي أنقذه من يد الظالمين يا إلهي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الله غالب على امره وصل موسى الى قصر الفرعون ومريم اخته تراقبه انظرنا يا فتيات انظرنا هناك ما هذا الصندوق وما الذي اتى به الى هنا لنذهب اليه وناخذه لنفتحه ونعرف ماذا به احذري ربما يكون بداخله شيء قد يصيبنا بضرر ماذا تقصدين بالضرر ربما فيه حيه او ما شابه او به كنز او ذهب أو أشياء سمينة. وإذا فتحنا الصندوق وأعطيناه لسادتنا قد يتهموننا بسرقة شيء منه. نعم أنتما على حق فلننتظر ونفتحه أمام مولاتي. لنذهب لمولاتي. هيا, هيا بنا. مولاتي إن الباب يطرق يا مولاتي. اسمحي لمن بالخارج بالدخول. كيف حال مولاتي آسيا؟ بخير، ما الذي أتى بك؟ هل من أمر؟ نعم، لقد وجدت الفتيات صندوقًا. القاه النيل الينا ويبدو من وزنه ان بداخله شيئا قد يكون ثمينا فلتنتظريني انت والفتيات في البهو حتى اتي اليكن سمعا وطاعه يا سيدتي لا استطيع المقاومه فان فضولي سيقتلني اني ارغب بشده في معرفه ما في الصندوق ان السيده اسيا على وشك النزول ان السيده اسيا قادمه لتاخذ كل واحده مكانها ليقترب هذا الصندوق مني. افتحي. ولكن يا مولاتي أخشى أن يكون به شيء قد يصيب مولاتي بضرر. لننتظر حتى يكون معنا بعض الحرس. افتحي. إنه ولد. لقد أحببته. إنه أسمر اللون يا سيدتي. لكنه جذاب. إني لا أستطيع أن أصرف نظري عنه. كنت أشعر أن ما في الصندوق شيء جميل. فعلاً شيء جميل. لم ينشرح قلبي لاحد سوى هذا الولد اريد ان يشتد القهر والقسوه على بني اسرائيل اريدكم ان تقتلوا اطفالهم وهم في بطون امهاتهم لم الانتظار حتى يولدوا ربما يكونوا في بطونهم بنات اريد ان اقتل البنات ايضا انني اكره بني اسرائيل جميعا رجالا ونساء اهدا اهدا يا مولاي الفرعون فان الامور جميعها تحت سيطرتنا لقد ذبحنا كل من ولد بعدما رايته في منامك العظيم يا مولاي ماذا قال لك هذا الكاهن السيده اسيا وجدت طفلا رضيعا في مياه النيل اذبحوه الان فورا ماذا بكم ايها الجنود سناخذ الطفل من امركم بذلك مولاي الفرعون وماذا ستفعلون به سنذبحه من سيسمح لكم بذلك انا الفرعون الاعظم وحاكم مصر هؤلاء الرجال من أجل ذبح هذا الرضيع الذي لا يقدر على إطعام نفسه؟ إذبحوه! مهلاً! أتعصين أوامري؟ ما كان لي أن أعصي لك أمراً. إذا ماذا تريدين؟ لنتحدث وحدنا، ولا يسمعنا أحد. أرجوك، امنحني هذه الفرصة. بسم الله والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء. اللهم اجزه عنا بما هو أهله. واجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته. لقد تاخرت مريم اني قلقه اخشى ان يكون قد حدث لابني مكروه الم تقولي ان الله اوحى اليك بانه سيرده الينا سالما اريدك ان تذهب في اتجاه مريم قد تستطيع ان تدركها فلننتظر ولا نحدث كثيرا من الحركه التي قد تلفت النظر الينا والى مولودنا أستطيع تحمل مشاهدة هذا الطفل وهو يذبح. لقد أحببته. لقد أحببناه جميعاً. حتى السيدة آسيا أحبته حباً شديداً. هل تعتقدين أن السيدة آسيا تستطيع أن تقنع الفرعون بالعدول عن ذبح الرضيع؟ تستطيع مولاتي ذلك، فأنا أتمنى له أن يعيش. قليل من الوقت وسيخرج إلينا الفرعون والسيدة آسيا وسنعلم كل شيء اتركه يعيش يعيش هو وأموت أنا؟ هكذا هو الوفاء لي يا آسيا؟ إن تفسير منامك يقول إن الذي سيزول ملكك على يديه سيخرج من بني إسرائيل أليس كذلك؟ بلى وما الذي أدرانا إن كان هذا الولد من بني إسرائيل أم لا؟ إذا من المحتمل أن يكون من بني إسرائيل، إذا فليمت! لم نرزق بولد يا زوجي يا العزيز منذ أن تزوجنا، وكلانا يعاني من ذلك. ماذا تقصدين بذلك يا آسيا؟ أقصد لماذا تعتبر هذا الولد نقمة وزوال ملكك على يديه؟ ربما يكون نعمة أرسلتها لنا السماء تعويضا عن ما حرمنا منه من الأولاد أية سماء تلك التي تتحدثين عنها وأنا معي كبير الكهنة وأحوز على رضا كل الآلهة زوجي اترك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وسيقن كل الولاء والإخلاص لك إذا تربى بين يديك وفي نعمتك اتركه اتركه لينفعنا لينفعك أنت أما أنا فليس لي نفع به هل يعني هذا أنك ستعطيه لي؟ اتركوه لقد قال لكم اتركوه الم تسمع بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون نجا موسى من فرعون وحال الله بين فرعون وبين قتل موسى الحمد لله انا لا اصدق اذني سيعيش في قصر الفرعون واسيا زوجة الفرعون سترعى لقد اطمأن قلبي لذلك وتاكدت ان الله يحرس ابننا امي اريد ان اذهب للنوم اي نوم تتحدثين عنه يا مريم واخوك ربما يعاني من الجوع بعد قليل فلقد فات زمن منذ ان ارضعته لتذهبي الى هناك وتطمئني عليه ماذا به لمَ لا يكفُّ عن البكاء؟ ربما جاع، وعليه أن يرضع. إذاً فليأتوا بمُرضعة. إيتوني بمُرضعة، واجعلوها تأتي كل يوم. لقد ملا هذا الطفل المكان بهجه حتى الخادمات سعدن لوجوده حسنا اريدك يا زوجي العزيز ان تعطي له اسما لن اعطيه اسمي ولن اعطيه اي اسم داخل الاسره فهو ليس من الاسره ولم تنفعل ان الموضوع بسيط ربما يكون بسيطا بالنسبه اليك اما بالنسبه لي فلن اعطي اسمي الا لابني الذي هو من صلبي ليكون فرعونا وعظيما مثلي عليك ان ترضعيه جيدا ايتها المرضعه فهو بمثابه ابن لزوجه الفرعون لن اترك في امعائه مكانا الا وملاته باللبن فلا يوجد اهم من ابن السيده اسيا انه يبعد بوجهه عن صدرك هذا شيء عجيب فهو كما تقولين لم يرضع منذ الصباح نحن وجدناه في الصباح وهذا يعني انه ربما لم يرضع منذ امس دعيني احاول مره اخرى لقد رفض مره اخرى هذا طفل عجيب ساذهب الى مولاتي كي اخبرها بالامر ماذا حدث؟ مولاتي، الطفلُ لم يقبل صدرَ المرضعة ولا زالَ يبكي. دعيني أحاول معهُ مرةً أخرى. لا داعي، فإنهُ كلما وضعتِهِ على صدركِ زادَ بكاؤُه، فهو يرفضُكِ تماماً. دعيني احاول ارجوك ارجوك فانا اريد ارضاع هذا الطفل لاني اعلم جيدا ان سيده اسيا ستدفع كثيرا لما لا يقبل صدرها لا نعلم يا مولاتي فلتذهب هذه المرضعه وناتي باخرى ربما يتقبل من الاخرى حسنا يا مولاتي من هذه التي معكم؟ إنها المرضعة التي أرسلت في طلبها مولاتي آسيا. فلتفتحوا لها الأبواب كي تدخل سريعا. هذه المرضعة هي أشهر مرضعة في مصر، فصدرها لا ينقطع عنه اللبن منذ سنين. ولم يجلس طفلٌ على صدرها إلا ورضع. إذاً فلنبدأ سريعاً، فلقد عانى هذا الطفل كثيراً. ما اسم هذا الطفل؟ لم نعطي له اسمًا بعد. وماذا سيفيدكِ اسمه؟ فقط أرضعيه. عجباً لهذا الطفل، لقد رفض ثانيةً. لا، لم يرفض. انا التي وضعته خطا على صدري في وضع غير مريح اذا فلتحاولي مره اخرى وضعيه في وضع مريح هذه المره اعلن عن رفضه بوضوح هذه اول مره تحدث لي انه طفل عجيب لم تحدث لي هذه الواقعه ابدا وماذا علينا ان نفعل الان يا مولاتي هل اذهب لاستدعاء مرضعه اخرى وماذا لو رفضها لا اعرف يا مولاتي اريد مع شروق شمس اليوم الجديد ان تكون كل مرضعات البلاد هنا عندي في القصر امر سيدتي ان الالم يعتصرني ابني جائع منذ الصباح ولا أستطيع الذهاب لإرضاعي هوني على نفسك يا يوكابت فماذا عسانا أن نفعل؟ سأذهب لإرضاعه ماذا؟ ماذا أصابك يا يوكابت؟ أتريدين أن يقتلوه؟ أنا أريد إرضاع ابني لا أستطيع التفكير في غير ذلك هل نسيت يا يوكابت ما أوحاه الله إليكِ؟ هل نسيتي ما وعدك الله اياه؟ كل هؤلاء السيدات تمتهن مهنة الرضاعة؟ نعم، وما أسهلها مهنة، فهن لا يفعلن أي مجهود، ثم بعد ذلك يحصلن على الأموال. هل تريد أن تعمل مرضعة؟ يا لسخافتك أيها الجندي السمج. السيدة آسيا زوجة فرعون مصر العظيم. لنبدأ. لقد رفض فلتاتي التي تليها رفض 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما الذي استطيع ان افعله كي انقذ هذا الطفل من الموت هل ادلكم على من تستطيع ارضاعه من انت وكيف دخلت الى هنا انا من بني اسرائيل وكنت انظف المكان هناك منذ البارحه ورايتكم وانتم في حيره من امركم فاردت المساعده فانا اعرف مرضعه جيده وهل ستختلف المرضعه التي ستاتي بها عن باقي المرضعات اعتقد ذلك انا لا اعتقد ذلك فلنحاول ربما اصبنا هذه المره هل وافقت يا مولاتي نعم اذهبي واتني بها لا اعرف بماذا اشعر بالضبط في هذه اللحظه فانا سعيده للقاء ابني وخائفه من ان يرفض الرضاع مني كيف لا يرضع منك وانت امه ثم انه رضع منك لمده ثلاثه اشهر مضت فهو يعرفك معي مرضعه مولاتي ها هي, هي السيدة التي حدثتك عنها ومن هي؟ إنها إنها أمي أي أنها من بني إسرائيل أيضا <applause> نعم نعم إذا حاولي إرضاعه ماذا بك ايتها السيده ولما هذه الدموع بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وهكذا عاد الطفل موسى إلى حضن أمه كي تقرّ عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حقّ. أتعلمين أن موسى رفض مرضعات كثيرات؟ موسى! من موسى؟ هذا الطفل، أنا أسميته موسى، لأنني وجدته بين الماء والشجر. موسي، هل هو اسم جميل؟ نعم، نعم يا مولاتي، اسم جميل يليق بهذا الطفل الجميل. منذ هذه اللحظة، اصبحت انت مرضعته حتى الفطام سمعا وطاعه يا مولاتي ومن الان ستمكثين مع موسى في هذا القصر لترضعيه وتراعيه كيف ذلك يا مولاتي لا استطيع ان امكث في القصر ان لي زوجا واولادا صغارا ولا يوجد احد يعتني بهم غيري وماذا عن موسى من التي سترضعه اذا جاع هل هل استطيع يا مولاتي ان اخذه معي الى بيتي واعتني به وهل استطيع ان اتحمل فراقه عني ساتي به كل يوم الى القصر كي تري واعدك اعدك اني ساعامله كاولادي واكثر لا مانع ولكن اعتني به جيدا فهو كابني تماما الحمد لله اشكرك يا ربي انا لا اصدق عيني لقد عاد طفلي الحبيب الى حضني مره اخرى طفلي طفلي الحبيب عاد اليه وسوف يتكفل فرعون به وبرعايته هل تصدق هذا يا عمران هل تصدق هذا طفلي عاد الى حضني طفلي عاد الى حضني نعم اصدق ان وعد الله حق لقد لقد اسموه موسى اسيا بنفسها من اطلقت عليه هذا الاسم لقد ذابت حبا فيه أمي سوف اذهب بقطعه القماش هذه لاصنع لي ثوبا جديدا لقد اغدقت علينا اسيا بنقود وهدايا كثيره جدا من اجل موسى ورعايته لقد جاء موسى وجاء معه الخير ليس خيرا لنا فقط الخير سيكون لبني اسرائيل جميعا موسى حبيبي هل يرضع جيدا لا اتركه يجوع لقد زاد وزنه فعلا قليلا وماذا تفعلين عندما يبكي اضمه الى صدري فيسكت خذوا ولكن لا تدعوه يبكي. مولاتي، إنني، إنني. ماذا تريدين؟ تحدثي، لا تخجلي. إن زوجي مريض اليوم، وقد أخذوه ليعمل في بناء المعبد رغم مرضه، وأستحلفك بحبك لموسى أن، أن تحدثيهم ليتركوه حتى يشفى. ان هؤلاء الجنود لا رحمه في قلوبهم اطمئني سوف اطلب من فرعون ان يعطيه يومين راحه اشكرك على عطفك يا سيدتي <سع> <سع> <صق> <سع> <applause> يا لعذاب بني اسرائيل <صف> <سع> من يصدق ان طفلنا موسى ابعد عن ظهرك سياط جنود فرعون لمده يومين ولكن بعد ان يمضي اليومان ساعود للسياط مره اخرى هون عليك لقد اصبح لموسى خاطر في بلاط القصر ولن ترضى اسيا العذاب لزوج مرضعه موسى بعد ذلك ابدا ان فرعون لا يعرف الخواطر اننا عبيد وسنظل عبيدا حتى نموت <applause> ان موسى يبكي اظن انه جائع انظر الى طفلي الحبيب موسى كيف كبر ان يو كابد تعتني به جيدا لولاك ما كان لهذا الطفل ان يظل على قيد الحياه لا اعرف كيف سمعت كلامك وعفوت عنه يا فرعون مصر انه مجرد طفل الا تعلمين بماذا فسر الكاهن الحلم الكهان يخطئون احيانا وكثيرا ما يصيبون وهل ارضى ان يصيبك مكروه يا زوجي الحبيب إن هذا الطفل سيتربى معنا وسيكبر ويحمل الجميل لك ولي. أنظر، أنظر إلى وجهه، أنظر إلى ابتسامته الجميلة. إنه يشبه كثيرا عبيد بني إسرائيل. عندما تكبر سأطلب منك أن تطلب من فرعون أن أعمل وصيفة لدى السيدة آسيا إنني لا أريد أن أحمل الأحجار لبناء المعابد كيف حال موسى؟ بخير يا أمي هل جاء والدك؟ ليس بعد إذا هيا نطه الطعام كي يجده جاهزا عندما يأتي هل هذه الفاكهة لنا؟ نعم لقد قطفتها من حديقه القصر ان السيده اسيا تريدني ان اكل جيدا كي يشتد عود موسى ويصبح قويا من لبني وهل سيصبح موسى اخي قويا نعم سيصبح اقوى رجل في مصر لانه مكلف برساله ويجب ان يكون قويا كي يحملها وما هذه الرساله يا امي لا تتعجلي يا مريم ستعرفين كل شيء في حينه هيا أيقظي هارون كي يأكل معنا وهكذا أصبح لموسى شأن منذ صغره وأصبحت آسيا تنفذ أي طلب يطلب منها من يكابد بعد أن تستحلفها بموسى الحبيب. لا تتوقف أيها العبد عن العمل. اتركه يسترح قليلا. إنه زوج مرضعة موسى بن فرعون. شكرا لك. ما رايك في العقد جميل جدا لقد اخذت في صنعه ساعات كثيره انه لموسى كان من الممكن ان نشتري له واحدا جاهزا حتى لا تتعبي في صنعه انني اريد ان اتعب في صنعه كي يحافظ موسى عليه هيا اعطني رقبته كي البسه اياه انظري كم هو جميل في رقبته انه حقا جميل يا سيدتي ولكن ابني اجمل ابنك اقصد اقصد ابنك يا مولاتي يكابد هل موسى ابنك حقا كيف كيف يكون ابني وأنتِ من استدعيتني لكي أرضعه؟ أنا لم أستدعك، إن ابنتك مريم هي من عرضت علي الأمر، أتعلمين أن هذا الأمر أخذ من وقتي الكثير وأنا أفكر فيه؟ لقد رفض كل المراضع إلا أنتِ. يكابد، هل موسى ابنك حقا؟ كيف يكون ابني والقيه في اليم هل تستطيع ام ان تفعل هذا برضيعها انا لا اتخيل ان تفعل ام هذا ولكن من الممكن ان تفعله كيف يا مولاتي هل موسى من بني اسرائيل اجبيني لا, لا اعرف يا مولاتي هل تعلمين ان فرعون فكر كثيرا ان يقتل موسى لانه قد شك فيه يقول انه الطفل الذي سيزيل عرشه من مصر وهل ستتركينه يقتل موسى بسبب كلام كاهن لا يا مولاتي لا لا يا مولاتي ارجوك وعندما سالتني هل انا امه ام لا ارتبكت ولم أعرف بماذا أجيب. هل رأت منك أي شيء تجاه موسى؟ رأت مني المعتاد الاعتناء به والخوف عليه. إن نظراتك لموسى ليست نظرات مرضعة. وماذا عساي أن أفعل؟ كلما نظرت لوجه موسى أذوب حبا فيه. آه آه. تماسكي تماسكي بالله عليك. كيف؟ كيف أتماسك؟ لقد أخبرتني آسيا أن فرعون يريد أن يقتله لأنه يشك أنه الطفل المنتظر. لا تخافي، لن يقتله، إن الله بالغ أمره. لقد فكرت أن أهرب به كي أحميه من بطش فرعون وكهانته. نهرب؟ وإلى أين سنهرب؟ لا أعرف، لا أعرف. تمالكي نفسك يا يكابد واياك ان تشعر السيده اسيا انك ام موسى ساتمالك نفسي ولكن اتدري ان قلبي يرتاح كثيرا لهذه المراه عندما انظر في وجهها ارى في عينيها الايمان والتوحيد هل هذا موسى بن فرعون؟ نعم هو أريد أن أراه إن العبيد يقولون إن آسيا زوجة فرعون تذوب فيه حبا نعم هيا. أريني إياه إنه فعلا جميل ويأسر القلوب هل لي أن أحمله قليلا؟ بكل سرور هل وجدته حقا على ساحل النهر في صندوق؟ نعم ورفض كل المرادع الا انت نعم هل اقول لك سرا سرا نعم سر ان حديثا يدور بين بني اسرائيل عن هذا الطفل وما هو هذا الحديث انهم يقولون ان هذا الطفل هو من سيزول على يديه ملك فرعون وانه من بني اسرائيل وليس مصريا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وهكذا كبر موسى وتعدى سن الفطام ووجب على ام موسى ان تعطيه لاسيا بعد ان انهت مهمتها لقد جاوز موسى سن الرضاع يا عمران وماذا يعني هذا يعني اننا يجب ان نرجعه الى القصر مره اخرى ان فراق موسى صعب ولكن يجب ان يعود الى القصر مره اخرى وكيف لي ان افعل هذا كيف استطيع العيش دون ان اراه ثانيه تشجعي تشجعي يا يكابد واصبري فان الله مع الصابرين لقد جاءني جندي في الصباح وامرني بان ارجع موسى الى القصر قبل غروب الشمس اذا هيا نفذي الامر حتى لا يحدث لنا مكروه ان اسيا كانت تعد الايام والليالي على سن فطام موسى وتشتاق اليه مثلما نشتاق نحن اليه لا لا استطيع ان افعل هذا شئت ام ابيت ستتم رساله الله هيا انهضي وانا ساذهب معك لاوصلك الى باب القصر هيا هيا يا كابت هيا 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 ادخلي بموسى واعطيه لآسيا إنني إنني بالله عليك بالله عليك تشبثي بالصبر هيا هيا كابت انتظري دعيني اقبلها اخر قبله <applause> مولاتي، لقد أحضرت موسى. آه، موسى الحبيب، أخيراً عدت إلى أحضاني مرةً أخرى. <applause> لقد جاوز موسى سنّ الفطام، ومن الآن سيأكل أي شيء يقدم له. لقد كنت أعدّ الشهور على فطامه. كنت أشتاق له كثيرا. ها هو قد أصبح في أحضانك مرة أخرى يا مولاتي. شكرا لك يا يكابد. لقد سهرت الليالي وتعبت في الاعتناء بموسى. وها هو قد أصبح طفلا قويا بفضلك أنت. شكرا يا يكابد. لا شكر على واجب يا مولاتي. إن موسى طوال فترة الرضاعة كان طفلا هادئا. وطيب الطباع. لا تظني بأنني سوف أتخلى عنك بعد أن فطم موسى، سوف أظل أرعاك وأقدم لك العون دائما. شكرا لك يا مولاتي. ولن أحرمك من موسى. كيف يا مولاتي؟ في أي وقت شئت أن تريه تعالي ولا تترددي. هل هذا صحيح يا مولاتي؟ نعم صحيح. انني اعرف ان من يرى موسى يتعلق به ولا يستطيع نسيانه هذا صحيح يا مولاتي وان اردت ان تاخذيه الى منزلك فتعالي وخذيه شكرا لك يا مولاتي شكرا لك لقد كان قلبي يحترق لفراق موسى هيا يا بنات تقدمن لقد جاءكم موسى وسيظل معنا الى الابد يا لطفلي العزيز موسى يا لطفلي العزيز لقد كبرت واشتد عودك وجاءك سن الفطام من اليوم ستاكل كل شيء كي يشتد عودك وترمح في بلاط القصر كيفما تشاء ويرى جميع الناس طفلي العزيز الذي طالما غرقت في حبه ادخل مولاتي لقد جاء مولاي الفرعون وينتظرك في غرفه الملك ساتي حالا له هيا كي ترى الفرعون ويراك ويسعد بك كما سعدت انا لقد طلبت مجيئك بمفردك وهنا وقع قلب اسيا في اقدامها وتوترت والجم الموقف لسانها وعلمت ان فرعون ماض في قراره لا محاله لقد طلبت مجيئك بمفردك ولكنني جئت بموسى كي تراه انظر اليه كيف كبر واشتد عوده لقد فطم اليوم وجاءت به المرضعه اذا فهو من الان لن يغادر القصر بلى انظر كم هو سعيد انه لم يسكت عن الضحك منذ الصباح احمله وداعبه قليلا انه جميل جميل جدا ليس الان لاجل خاطري خذه وداعبه انه طفل جميل انه بشوش الوجه لقد سكت عندما وضعته على ساقي داعبه وسيضحك انه لم يعرفك بعد آه. لقد قطب جبينه انه ينظر لي نظره غضب أوه! أوه! لقد جذب لحيتي بقوة كاد أن ينزعها من ذقني أيها الشقي إنه ليس بطفل لقد جذب لحيتي بقوة رجل هذا هو عدوي انه الطفل الذي اشار اليه الحلم ايها الخدم احضروا الذباحين كي يقتلوا هذا الطفل حالا ترى كيف حالك الان يا موسى هل اطعموك ومن الذي يطعمك هل جننت يا امراه انه في القصر سياكل اشهى واطيب الطعام الن نرى موسى مره اخرى يا امي سنراه لقد قالت اسيا لوالدتك انها يمكنها ان تاتي لتراه في اي وقت تشاء انني اخاف عليه من بطش فرعون وجبروته ان الله يحرسه منذ اول يوم ولد فيه لا تخافي عليه لا تخافي ما دام الله معه فليحرسه الله من فرعون وشروره اعف عنه يا مولاي انه مجرد طفل طفل لا يستطيع طفل ان يجذب لحيتي بهذه القوه لقد كاد ان يقلعها من جذورها ارجوك لا تقتله انني متعلقه به جدا انه عدوي اتفهمين هذا ام لا أوه، اترك ذراعي اه اه لا استطيع التحمل يجب ان يقتل هذا الطفل كي استريح انه يهدد عرشي عرش زوجك لا يستطيع مخلوق على الارض ان يهز عرش فرعون انه اقوى ملك على الارض القوه لا تدوم وان كان موسى بهذه القوه وهو طفل فماذا بعد ان يكبر ويصير شابا ماذا افعل لتقتنع ماذا أفعل أنا كي أقنعك؟ أن قلبك متعلق بهذا الطفل تعلقا غريبا، لماذا كل هذا التعلق؟ أتوسل إليك أن ترحمه، انظر إليه، كم هو وديع وهو نائم. لن أرجع عن قراري هذه المرة، لقد أرسلت في إحضار الذبحين، وإنهم على وصول. لماذا فعلت هذا يا موسى لماذا موسى موسى الطفل هو من فعل هذا نعم كيف انني لا اصدق لقد مزق الجلد الذي اسفل الذقن لقد جذبها بقوه شديده كيف لطفل ان يفعل هذا كيف اتته كل هذه القوه انني اظن انه الطفل الذي اشار اليه الحلم نعم يا مولاي طفل كهذا لا يجوز ان تنتظر عليه اكثر من ذلك لقد امرت ان تقطع رقبته وارسلت في طلب الذبحين خيرا فعلت يا مولاي ادخل لقد جاء الذباحون ادخل ان مولاي الفرعون يطلبك ويطلب موسى معك يا مولاتي الا تعرفين لما لا اعرف يا مولاتي اذهبي وقولي له اني ساحضر حالا هل سيقطع رقبتك فرعون ام سيكتب لك عمرا جديدا مثلما كتب لك عند النهر اقتلوا هذا الطفل حالا انتظر انه مجرد طفل فرعون حبيبي انا عندي حل سيؤكد ان موسى ليس هو الطفل المقصود هذا الطفل ليس له حل الا قطع رقبته انه لا يعي ما يفعل انظر سناتي بصحنان صحن به ياقوت وصحن به جمرات من النيران ونقدمها إليه، وإذا التقط الياقوت فهو يعرف ما يفعل، وإذا التقط الجمر فهو لا يعقل ما يفعل. إذا، أحضروا الياقوت والنيران. هيا، قربوا منه الصحنين. هيا يا صغيري، التقط ما يحلو لك. سيلتقطُ الياقوتَ لا محالة. <applause> أرأيت؟ لقد وضعَ الجمرةَ في فمه. إنهُ طفلٌ لا يدري ما يفعل. إليَّ بالمياهِ كي نرطِّبَ فمه. إنهُ يتألمُ من اللهب. الي بالمياه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وهكذا بعد أن تبين لفرعون أن موسى مجرد طفل لم يعد يعيره انتباها ونجاه الله من بطش فرعون للمرة الثانية انظري ها هو موسى هيا نتحدث معه قليلاً إنه ألثغ في الراء، وأحب أن أسمعها من فمه، وهو يقولها بطريقة تجعلني أحبه أكثر. يقولون إن سبب هذه اللثغة هي الجمرة التي التقطها في فمه عندما وضع أمامه الياقوت والجمر. لقد سمعت هذا الحديث، فانفطر قلبي عندما سمعت أنه وضعها في فمه. سأنادي عليه كي يقترب منه. موسى موسى تعال هنا ساجعله يقول فرعون وراقب الراء في اسم فرعون كيف يقولها انه رائع في كل شيء هيا يا موسى قل فرعون ها فرعون قل يا موسى <applause> من اليوم ستكون لك حجرة بمفردك، لقد كبرت وتعديت الأربع سنوات ويجب أن يكون لك حجرة بمفردك. مولاتي جهزوا الغرفه التي بجانب غرفتي لموسى فمن اليوم سيكون له حجره بمفرده سمعا وطاعه يا مولاتي ماذا تصنعين يا امي اصنع ثوبا لموسى موسى هل سترينه اليوم نعم ساذهب اليه بعد ان انتهي من صنع الثوب له فلتاخذيني معك انني اريد ان ارى اخي موسى انني افتقده كثيرا يا امي انتظري حتى ياتي الينا انني اخاف ان تقعي بكلمه امام اسيا فتعرف الحقيقه حبيبي فرعون هل ما اخبرتني به القابله صحيح نعم صحيح لقد حبلت مره اخرى وساتي اليك بفرعون صغير ولكن هل سيعيش حتى يصير فرعون مصر؟ سيعيش هذه المرة. لن أتحمل أن أرى ابني يموت أمام عيني مرة أخرى، لن أستطيع. سأصلي من أجل أن يعيش. وماذا عن موسى؟ موسى؟ ماذا به؟ فلنجعله يعيش وسطنا، مثلما كان. نعم، فلنجعله يعيش وسطنا. فانني متاكد ان الطفل الذي سيولد لن يعيش طويلا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الله غالب على امره أريدك أن تعلم موسى القراءة والكتابة والحساب والفلك والهندسة. سمعاً وطاعة يا مولاي. أريده أن يكون متفوقاً في كل شيء، ثم بعد أن يتعلم هذا علمه أيضاً التشريح. سمعاً وطاعة يا مولاي. اريده ان يكون قويا بعلمه ومعرفته عمران لقد ان الاوان ان تعلم موسى دين الله دين ابائنا ابراهيم واسحاق ويعقوب نعم يجب ان يعرف ما هو دين الله الحق يجب ان يعرف دين التوحيد انه لا اله الا الله لا شريك له وان ما يعبد من دونه شرك وكفر به ان الكهنه يعلمونه في قصر الفرعون من فضل الله عليه انهم لا يعلمونه عقائدهم ان فرعون لا يهتم به ولا يهتم بتعليمه لعقائدهم الدنسه سنعلمه الدين الحق حتى يكبر ويكمل رسالته لقد حبلت اسيا لقد علمت ولكن لا تقلق سيموت مثل الاخرين هذا ما اخبرتها به لقد اخبرتك مرارا ان تتزوج مره ثالثه لكي تنجب الفرعون الذي سيعيش انني لا افكر في الزواج مره اخرى اذا فلتعش وحيدا ولتمت وحيدا اقول لك شيئا تبنى موسى واجعله الفرعون القادم ومن موسى كي اتبناه انه طفل غريب وجدته اسيا على ضفاف النهر وادخلته انت القصر كي يكبر ويترعرع فيه موسى امره مقضي فهو لن يكون ابنا لي ابدا مولاي، إن مولاتي آسيا جاءها ألم المخاض. أحضروا لها القابلة. لعله يكون ولدا يا مولاي. ولد، بنت، لن يعيش، فكل أبنائي يموتون. اذبح الذبائح، وقدم القرابين للآلهة، وصل من أجل أن يعيش. إن الآلهة غاضبة علي مهما فعلت. فقد كتب علي ألا أرى طفلا لي يكبر أمام عيني لأقلده مناصب الحكم. إنه ولد، ولد. أريني إياه، هل يا ترى سيعيش أم سيموت مثل إخوته السابقين؟ سيعيش يا مولاتي، سيعيش. أين موسى؟ فلتبعثوا به اليه حالا ساتيك بموسى اطال الله عمرك كما اطال عمر موسى ها هو موسى يا مولاتي اقترب يا موسى كي ترى طفلي الصغير تعال لا تخف هيا قبله مرت خمسة أيام منذ ولدت، ولم تأت إلى حجرتي حتى ترى ابنك. إنني مشغول هذه الأيام. مشغول عن زوجتك وابنك؟ إنك حتى لم تختر له اسما بعد. أطلقي عليه أنت أي اسم، فهو لن يعيش طويلا. لما تقول هذا؟ لأنني أعلم هذا جيدا. انظر اليه انه يشبهك تماما لا اريد ان اراه حتى لا اتعلق به واحزن عند فراقه لا تكن قاسي القلب انظر الى طفلك انظر الى ملامحه انه انه جميل فعلا لا يستحق الموت ايها العبد اعمل ولا تتحدث مع موسى مولاي موسى اذهب من هنا حتى لا يصيبك مكروه اذهب ارجوك اذا حدث لك اي مكروه فسوف اعاقب من فرعون اشد العقاب اذهب ارجوك فرعون، فرعون، زوجي الحبيب. مرحبا بك يا نفرتاري. جئت إليك كي أزف إليك خبرا سعيدا. خبرا سعيدا؟ مم. إنني حبلى، سألد لك بعد تسعة أشهر. ماذا؟ حبلى؟ وهكذا حبلت نفرتاري. وانجبت لفرعون المولود الثاني بعد عام من ولاده ابن اسيا ثم حبلت اسيا وانجبت كذلك وتزاد عدد الابناء لدى فرعون وانجب بعض التوائم ومرت الاعوام العام وراء العام ولم يمت اي ابن لفرعون حتى صار عمر موسى عشرة أعوام أرأيت يا أمه لم يمت أي طفل لي لقد عاشوا جميعا لقد رضيت عنك الآلهة أخيرا إنني سعيد بكل هؤلاء الأبناء لقد قلت لك مرارا إنه لا يوجد عيب في نفر تاري أو آسيا لقد كنت أريد أن أدخل سعادة إلى قلبك بأية طريقة إنني اليوم سعيد جدا سأذبح الذبائح وأقرب القرابين للآلهة موسى حبيبي كيف حالك؟ انني اعلم انك حزين لما تراه من قسوه الفرعون على عبيد بني اسرائيل لكن ما باليد حيله هيا احمل اخيك وداعبه انه يحبك كثيرا عمران استيقظ ان احدا ما يطرق بابنا ومن الذي سيطرق علينا الباب في هذه الساعه المتاخره من الليل قم لترى من Men Mosa انهض أيها العبد، قم واحمل حجرك واصعد به إلى الهرم. أدركني يا موسى، أخبرهم أنني رجل عجوز، لا أحتمل العمل. إنه حجرك، ويجب أن تحمله وتصعد به، إنها أوامر الفرعون. وعندما يسمع موسى اسم فرعون يصمت ولا يستطيع ان يفعل شيئا للعبد انها اوامر فرعون ولكن مهما قال فرعون فان موسى سيساعد الرجل العجوز في وضع الحجر في مكانه هنيئا لك بالجنه يا موسى ولعدوك بالنار لا استطيع ان افعل شيئا لعبيد بني اسرائيل يا موسى انهم خونه في نظر فرعون ولهم تاريخ اسود مع الفرعون الاكبر انت لا تعلم شيئا عن عبيد بني اسرائيل ولكنني ساطلب من فرعون ان يرحمهم قليلا كما طلبت مني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مرت الاعوام عام وراء عام وكبر موسى واصبح على ابواب الشباب واصبح يسير وسط عبيد بني اسرائيل وقد كان يحب ان يسير وسطهم ولكنه كان يكره ظلم فرعون لهم كان يسير وسط عبيد بني اسرائيل ويرى الوجوه التي كستها الذله والخنوع ارحمهم ومن سيرحمني منهم انهم عبيد اولاد عبيد حتى ابد الدهر لقد مد ابي لهم يد العون وانقضوا على هذه اليد انهم عبيد يا فرعون ان الجنود لا يرحموهم ولكن موسى يرحمهم انظر اليوم ماذا فعل حمل الصخور فوق ظهره مكان بعض العبيد موسى الذي تربى في هذا البلاط واكل احسن الاطعمه وشرب الذ الاشربه ونام فوق الحرير ووساد الريش البارحه شارك بعض العبيد غداءهم موسى الذي ما زلت تربينه في هذا القصر، والذي تتمسكين به أكثر فأكثر، يتدخل في شؤون دولتي. إنه ما زلت تدافعين عنه، وستدافعين عنه إلى أبد الدهر. موسى، موسى، موسى،, موسى من أين جئتني يا موسى؟ إنه طلب بسيط يا مولاي. سارحمه وارحم عبيد بني اسرائيل لانني الهه واله بني اسرائيل باركك الله يا موسى، لقد جعل لنا فرعون ساعة في وسط النهار كي نستريح فيها، باركك الله يا موسى. فليحيا موسى نصير عبيد بني إسرائيل، فليحيا فليح موسى, موسى نصير عبيد بني, بني إسرائيل. بني إسرائيل. فليحيا, فليحيا موسى, موسى نصير عبيد بني اسرائيل. فليحيا موسى نصير عبيد بني اسرائيل. وكان موسى عبدا صالحا. لم يكن ليسجد للاصنام ابدا. وكان يرى ان ما يفعله فرعون وكهنته من السجود لاصنام هو اشد دروب الكفر ظلاما ولم يكن فرعون يطلب من موسى الذهاب معه الى المعبد مثل باقي اولاد فرعون فلتشتري مني هذا الصنم باركتك الالهه يا موسى ان لي اطفالا جائعين واريد ان ابيع هذا الصنم واشتري بثمنه بعض الطعام لهم لماذا فعلت هذا يا موسى لماذا فعلت هذا <applause> اكسر ما شئت من الالهه يا موسى اكسر ما شئت ودبت في قلب موسى الغيرة بعد أن سمع ما يتردد في القصر. قالوا: أخوه هو وريث العرش من بعد فرعون، وتساءل موسى: لماذا أخوه وريث العرش وهو أحق بالعرش منه؟ إنه ابنه الأكبر، ويجب أن يؤول العرش إليه. ولعبت الافكار بعقل موسى وبات يسال كل من في القصر عدا فرعون واسيا وبات الكل يتهرب من قول الحقيقه الى ان قرر موسى سؤال فرعون واسيا نعم هو وريث العرش لأنه جزء مني أتوسل إليك يا مولاي أن تسكت. ابني، لأنه سليل الآلهة، وسيكون إلهًا عندما يحكم العبيد وأقلده العرش. مولاي. ابني الذي لم يفرض علي كابن. والذي ارفضه منذ لقياه اصمت كفاك كلاما موسى هنالك حقيقه كنا نخبئها عليك نعم هناك حقيقه اذهب الى كبير الكهان وسيخبرك بالحقيقه انا لا استطيع ان اخبرك بها ولا انا كذلك وذهب موسى الى الكاهن واخبره الكاهن بكل شيء بكل شيء وهذه هي القماشه التي كنت ملفوفا بها عندما التقطتك الوصيفات من على ساحل النهر وهذا هو الصندوق الذي كنت نائما فيه سابحا في النهر اننا نرجح ان تكون ابنا لاحد عبيد بني اسرائيل فقد كان في هذا العام يذبح الفرعون اطفال بني اسرائيل من الذكور ونظن ان والديك قد نجياك بهذه الطريقه من يد الفرعون موسى موسى ماذا بك ما الذي احزنك وانزل دموعك تعال ادخل لا احتمل ان ارى الدموع في عينيك عمران استيقظ لقد جاء موسى موسى ان موسى حزين يا عمران حزين لم الحزن وحكى موسى كل شيء ليكابد وعمران انما قاله الكاهن صحيح نعم انت ابن من ابناء عبيد بني اسرائيل نحن والداك يا موسى لقد امرني الله ان القيك في اليم لقد حرم الله عليك كل المراضع كنا نخاف عليك من الذبح اراد فرعون واراد الله وتمت مشيئه الله واعادك الله الينا بعد ان حرم عليك المراضع الا مرضع امك ارادك الله ان تحيا حياه غير حياه بني اسرائيل حياه الذل والعبوديه كبرت وترعرعت في القصر واشتد عودك اراد الله انقاذ بني اسرائيل من يد فرعون فرعون الذي يظن نفسه الها وهو بشر لا حول له ولا قوه فرعون الكافر الذي يسجد للتماثيل ويقدم القرابين لالهته ان الله واحد لا شريك له رب ابراهيم واسحاق ويعقوب ابائنا وابائك كنت كلما سمعت العبيد يمتدحونك اشكر الله على هذه المحبه وانا كنت اسجد لله شكرا على انك لم تكن تحب ان تذهب الى الاصنام والاوثان في المعابد وتسجد لها ان السجود لله لا شريك له لقد اعادك الله الينا يا موسى وعلم فرعون انك قد علمت كل شيء لن يستطيع فرعون ان يفعل شيئا بعد ذلك لك انها مريم اختك الكبرى وبجوارها هارون اخوك ماذا قلت يا امي قلت اختك لقد علم موسى كل شيء اهذا صحيح وهل علم انني ساهمت في الموضوع نعم علم وكان ينتظر لقياك انت وهارون <applause> يا لاخي لأ الحبيب يا لاخي لأ الحبيب هل سمعت ما سمعت به من أمر موسى؟ ماذا سمعت؟ يقولون إن موسى لم يكن ابنا لفرعون وقد عاد إلى أبويه الحقيقيين ماذا؟ ومن إذا أبواه؟ عمران ويكابد إذا فهو من بني إسرائيل وليس مصريا نعم وكأنه كان يشعر بهذا دون أن يعلم لطالما مدَّ يد العون لنا، ووقف بجانب الضعيف، وأطعم الجائع منا. نعم، إنَّ مثل هذا الشاب التقي الطيب، لا يصحُّ أن يكونَ ابنًا لفرعون، ذلك الطاغية الجبّار. كفاكُنَّ ثرثرةً أيتها النسوة، وأمنْ.